كابتن امير اخر سؤال خلاص، واستحملنا شويه يعني، انت برضو يعني موجود النهارده عشان قناه النادي الاهلي، وانت كنت احد يعني اللجنه اللي كنت قاعد بتفاوض لاعبي النادي الاهلي. انا عايز اتكلم عن وليد سليمان، خاصه وليد سليمان. وليد سليمان التفاوض معاه تم بسرعه زي ما سمعنا من وكيله، يعني الجلسه خلصت في 10 دقائق ولا كانت ايه الاخبار؟ انا عايز اسمع منك انت. وليد سليمان يا كابتن الجلسه كلها كانت حوالي نص ساعه، نص ساعه منهم تلت ساعه بيمضي و10 دقائق بس بنتكلم بتفاصيل صغيره وخلاص بس كده. يعني جلسه لن تستغرق اكثر من 30 دقيقه اللي هي بالامضاء يعني كمفاوضات، وان مش مفاوضات يعني كاتفاقات 10 دقائق بس، حاجات كلها كده خطوط عريضه اتكلمنا فيها، وراجل مضى وكان راجل كان مرحب جدا بكل حاجه، مش عنده مشكله خالص يعني. وهو ده اللي احنا دايما متعودينه من كابتن وليد سليمان كابتن النادي الاهلي. كابتن امير توفيق مدير التعاقدات من النادي الاهلي، شكرا جزيلا جزيلا على كل التوضيح وكل الاسئله اللي احنا سالناها لك يعني، ودي اسئله الشارع الاهلاوي خلال الفتره الحاليه.